الحمد لله كما أعطى من النعيم وكما منح من الخير العميم، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة خير البرية جمعاء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حفلنا الكريم أتيتم اليوم لتشاركونا هذا الحفل البهيج ولنحتفي جميعا بأبنائنا فلذات أكبادنا الذين عما قليل سيشنف أسماعنا بخير الكلام كلام رب الأنام. فأهلا وسهلا بكم جميعا، بوركتم وبارك الله مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته مع خير الأولين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بداية نرحب بضيوفنا الكرام وفي مقدمتهم اللجنة الموقرة. اليوم نشرف باستضافة هذه اللجنة وهي من العيار الثقيل وصحبه أجمعين. طبيعة الحال دأبت المؤسسة في نادي ورش للقرآن الكريم أن تنظم هذه المسابقة في تلاوة القرآن الكريم، وخير ما يجتمع عليه الناس وحوله الناس ومدارسة القرآن الكريم، وبالخصوص في هذا الشهر الفضيل. لا يسعني في إطار أو باسمي الخاص ونيابة عن سائر الأطر التربوية والإدارية ونيابة حتى عن التلاميذ والتلميذات إلا أن أهنئ الفائزات والفائزين، كما أشد بحرارة على أيدي الأساتذة الأجلة الذين سهروا على التنظيم، وشكري أيضا موصول للجنة التحكيم التي ما فتئت تبذل جهدا من أجل تنويرنا في المؤسسة. أخص بالذكر الحاج سعيد بن زكريا، الأستاذة أمينة إليلو، الحاجة أمينة إليلو، والأستاذ جمال أدردوع. باسمكم جميعا نشكرهم نقدرهم وندعو لهم. شكرا للجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهار
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين. في هذه اليوم الفضيل في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن بامتياز شهدت رحاب مؤسسة رحال المسكيني ثانوي الإعدادي رحال المسكيني مسابقة أو الدور النهائي في تجويد القرآن الكريم. طبيعة الحال هذا الدور كانت قبله أدوار تمهيدية، كان المشاركين ما يربو عن 50 مشارك تقريبا. دس المرحلة الأولى المرحلة التمهيدية يعني تم في الدور النهائي أصبحت لنا 15 مشارك. التنافس كان تنافس شريف، منافسة شريفة، أبان المشاركون على جودة وأداء أصوات جميلة جدا وتمكن من قواعد التجويد وأحكام التلاوة. حضر معنا وشرفنا في هذا الحفل البهيج اللي شهدته المؤسسة يعني واحد اللجنة وازنة من ذوي الاختصاص الذين وكلت لهم هذه المهمة ديال تحديد الخمس الأوائل. وطبيعة الحال الحمد لله كانت الأمور مرت في أجواء تنافسية كما قلت سلفا، أجواء تنافسية شريفة. من هذا المنبر الإعلامي المحترم وجه الشكر والتقدير لنادي الإمام ورش والقيمين عليه، كما لا يفوتني أن أشكر الإدارة التربوية وجميع الأطر التربوية الذين ساهموا في إنجاح هذا العرس القرآني الجميل في هذه الأجواء الرمضانية التي تطفح بمزيد من الإيمان والتقوى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.